أنا اسمي الدكتور أيمن محمد حمدان، استشاري أمراض القلب والشرايين والأوردة. بداية نقول رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات. نتحدث الآن في عجالة عن صيام رمضان وأمراض ومرضى القلب. بداية نقول أنه على مرضى القلب أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء صيام شهر رمضان، وطلب مشورة طبيب القلب المعالج لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة لتقليل حدوث المضاعفات. طبعا معروف أنه الصيام في رمضان له تغييرات فسيولوجية وكيميائية حيوية وأيضية، وطبعا في تغييرات روحانية على جسم الإنسان، لكن نقول بشكل عام أنه مرضى القلب لا مانع أن يصوموا، خاصة المرضى ذوي الحالات المستقرة، لأنه ما راح تشكل عليهم أي مشاكل. حقيقة أنه يعني في دراسة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب لم يكن للصيام أي أثر في زيادة نسبة الوفيات في الأمراض الناجمة عن مرض القلب، بل أنه حوالي 30% من الناس اللي أجريت عليهم الدراسة وهم صائمون شعروا بتحسن في الأعراض أثناء الصيام. طبعاً معروف أنه الصيام يعني له آثار كبيرة، منها تقليل كمية الأطعمة المستهلكة خلال الصيام، وابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل التدخين، وتقليل في مستوى التوتر، مما يخفف من الآثار العامة الناجمة عن أمراض القلب وينعكس إيجابياً على صحة المريض. فمعروف في بداية الصيام يعني حقيقة ممكن أنه ينزل نسبة السكر أو ينزل الضغط، ففي البعض ممكن يحس بالليعان بالنفس أو شوية نوع من أنواع الدوخة، لكن بالمعروف مثلاً في شهر رمضان آخر أسبوعين من الصيام هي نسميها مرحلة إزالة السموم، حيث يبدأ الجسم بتطهير نفسه من الخلايا الضعيفة أو الخلايا الميتة، أو حتى في بعض الدراسات تقول الخلايا السرطانية، فهذا بيكون له مردود إيجابي على هؤلاء المرضى. الدراسات بيّنت أنه يعني مع الصيام مستويات مثلا الحامل الجيد للكوليسترول اللي احنا بنسميه الـ HDL، بيّنت أنه هذا المستواهم بيعلى أثناء الصيام، بينما مستوى الحاملات السيئة مثل الـ LDL أو ما يسمى بالـ VLDL اللي هو ذو الكثافة المنخفضة، هدول مستواهم بينزل مع الصيام. والشحوميات الثلاثية بنسميها احنا ترايجليسرايدز كمان كميتها بتنزل أثناء الصيام، حتى أنه في بعض الفحوصات مثلا ما يسمى RBC أو كريات الدم الحمراء وجدنا أنها أثناء الصيام بتزيد، وهي الناقل الأساسي للأكسجين لكل خلايا الجسم، وهناك ارتفاع في كريات الدم البيضاء اللي هي من خطوط الدفاعية المناعية للجسم، وأيضا في ارتفاع في الصفيحات الدموية اللي بتساعد في حالات النزف، كل هذه تتحسن أثناء الصيام. طبعا معروف أثناء الصيام الوزن ممكن بنزل، محيط الخصر ينخفض، مؤشر كتلة الجسم اللي هم مسميه BMI هذا كمان ينخفض، السكر ينخفض، الضغط الانبساطي والانقباضي أيضا ينخفض، كلها حتى معامل مقاومة الأنسولين يتحسن أثناء الصيام. وفي بعض الدراسات تقول أنه مستوى الالتهابات، يعني في الكثير يؤمن أنه الأمراض كلها عبارة عن ناتجة عن التهابات بدرجة بسيطة إلى متوسطة على مستوى الخلية، فلاحظنا أنه الالتهابات في الصيام يعني تقل حدتها، ومعاملات الالتهاب مثل اللي بنسميها الانترلوكين 1 وانترلوكين 6 كلها هذه تتحسن وتنخفض مع الصيام، والسايتوكينز حتى في الكثير من المعاملات اللي الكثير من الناس بدأوا يعرفوها يعني من فترة الكورونا اللي هي الـ ESR والـ CRP هاي وجدنا أنه كلها تنخفض أثناء الصيام، مما يكون له مردود جيد على الجسم بشكل عام. الآن لو جينا نتحدث عن
ما هي الآثار السيئة للصوم عند البعض؟ معروف أنه يعني قد ينخفض كما قلنا ينخفض السكر ينخفض الضغط، فهذا قد يسبب الصيام وعدم أخذ السوائل إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. في البعض ممن يعانون من اضطرابات في ضربات القلب لاحظنا أنه ممكن تزيد هذه الاضطرابات خاصة بعد الوجبات الدسمة. طبعا الجفاف قد يؤدي إلى زيادة في تخثر الدم مما قد يسبب عند البعض جلطات قلبية أو سكتات دماغية. الآن لو جينا نتحدث عن الفئة التي لا يجب أن تصوم، حقيقة المرضى اللي عندهم آلام صدرية متكررة ويحتاجوا إلى الأدوية وخاصة تحت اللسان، هذولا يعني ما بننصحهم إنهم يصوموا. المرضى اللي عندهم ضعف شديد وضيق في التنفس يتطلب أخذ مدرات بول بشكل متكرر، هذول أيضا لا يجب إنهم يصوموا. مرضى اللي بيكون عندهم ضعف شديد في عضلة القلب، أو المرضى اللي عندهم سواء تضيق شديد في الصمامات أو توسع وترهل شديد في الصمامات، هذولا لا ينصحوا إنهم يصوموا. طبعا المرضى اللي عندهم اضطرابات في نبض القلب اللي هي من النوع الخبيث الناتج عن ضعف في البطين، هذولا لا ينصحوا بالصوم. أي مريض صار عنده لا سمح الله جلطة بعد 6 أسابيع من الجلطة هاي يمنع الصوم. المريض اللي عامل عملية قلب أو صمام ينصح أنه ما يصوم خاصة خلال 6 أسابيع التي تلي العملية. وطبعا في مرضى بعض مرضى الضغط ارتفاع الضغط الشديد اللي بتطلبوا أخذ أدوية على فترات بسيطة، هذولا لا ينصحوا أيضا بالصوم. وفي كمان طبعا الفئة اللي عندهم يعني المريض اللي بيكون تحت الملاحظة الطبية، هذا لا ينصح أيضا بأنه صوم. في أسئلة بتردنا عن المرضى اللي عامل شبكية، هذول يعني النصائح أنه خلال شهر، إذا كانت يعني خلال شهر من عملية الشبكية أو الدعامة لا ينصح بالصوم. أما المريض اللي بيجي بيقول أنا عامل يا دكتور أنا عامل قسطرة وكل شيء كان كويس، فإذا كان هذا هو السبب الوحيد فهذا لا يمنع حقيقة من الصيام. الآن لو جينا نتحدث عن نصائح بشكل عام للجميع وخاصة لمرضى القلب، أولا يعني التقليل من كميات الأكل والأكل على مراحل، تجنب الأطعمة الدسمة، تجنب الأطعمة المكررة والوجبات السريعة، تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح، تجنب الأطعمة المصنعة، حتى تجنب الإكثار من شرب السوائل خاصة يعني في نفس الوقت توزيعها على فترات، الابتعاد عن المشروبات والعصير الغنية بالسكر. ننصح أيضا أكل التمر لأنه هو يعني يعتبر مرطب للجسم وللخلايا. الرياضة لو المشي لو لفترات بسيطة، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضار والفواكه، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، زيادة أكل الأسماك اللي بتحتوي على الأوميجا 3 المفيدة بديلا عن اللحوم الحمراء، الابتعاد مثلا عن أكل جلد الدجاج لاحتوائه على دهنيات ومواد كوليسترول عالية. هذه هي بعض النصائح العامة للمرضى وخاصة مرضى القلب. ونقول يعني بشكل عام الصيام هو وسيلة غير دوائية لتخفيف عوامل الخطر وتحسين الصحة.